بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من، قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا حفظها الله تعالى إلى كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الأدب والشهيد في سبيل الله، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمنهم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: يا أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، متفق عليه. باب فضل الإحسان المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن المعرور بن سويد رضي الله عنه أنه قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امر فيك جاهلية، هم إخوانكم وأخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو مكلة أو مكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. قال: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نص عليه سيدي وأحسن عبادة الله فله أجر مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. باب فضل العبادة في الأرض وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كهجرة إلي. رواه مسلم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي. ويرجع بعد صوت الآن للتليفون. طيب. باب فضل السماح بالبيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي. ويرجع المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وطن إنظار المسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ له، فهم به أصحابه صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سني. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سني. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. رواه البخاري. وعن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسرين او يضع عنه. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معشرا تجاوز عنه لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي سعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عوزهب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر بالمال وأن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت بالدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب انتني مالك فكنت بائع من خلق الجواز فكنت اتيسر على الموسر وانظر المعسر. فقال الله تعالى: انا احق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبه بن عامر وابو مسعود رضي الله عنهما: هكذا سمعنا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او اطاع له وظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوجد له فارجحه. متفق عليه. وعن ابي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه انه قال: جلبت انا ومخرمه عبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فتولى بسراويل فساومنا بسراويل وعندي وزان يزين بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. كتاب العلم باب فضل العلم. قال الله تعالى: وقرآن بزدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلم. متفق عليه. ويراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها جاذب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ما لا تنبت الكلى. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع لذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لان يهدي ربك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية واحدة من بني إسرائيل راجا، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قالوا: وما والاه أي طاعة الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على ابنائكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة أو حتى النملة في جنها، حتى النملة بجنها، وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لا تضع وجهتها لطالب العلم لطلب ما يصنع، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى يدانوا في الماء، وبط العالم على العابد كبط القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه ابو داود والترمذي. عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عن سامع. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جم قيامتي بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. تفضل الشيخ توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: كتاب حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها،
ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله تعالى حرم على الأرض. قال: يقول: بليت. وقد أرمت. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: رجع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. كتاب الأذكار. باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآية. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء ربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله.
قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح يطلاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهن قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة وهو المال الكثير. عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت التقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة قالوا 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: ويحط بغير ألف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وقال قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك،
ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قال: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قال: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون ربي فيه قال: يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، فيقول: وله غفرت.
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. أحسن الله إليكم شيخ طبق، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك شيختنا وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم ألف خير، يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله. شيختنا من الله علينا وقرأنا حديث خاصة بما سمعوا وعامة أنا قلت أجزتكم إجازة خاصة وعامة بجميع المرويات، وكذلك قد الله ومن سمع إن شاء الله قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وأعلى منزلة الدنيا والآخرة، نستدعيك الآن الذي لا تضيع ودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطيل أعمالكم ويحفظ أولادكم إن شاء الله.